بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الكرام، يطيب للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللقاء لهذا وفي هذه الجلسة هو حديث عن قول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. معلوم أن هذه الآية وردت في سياق بعد أن ذكر الله عز وجل محاجة إبراهيم لقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، إلى آخر الآيات التي فيها المحاجة وحاجه قوم قال تحاجوني في الليل آخر، إلى أن قال عز شأنه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، وابن إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون وموسى وهارون، وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أولئك يعود على هؤلاء الأنبياء المعدودين مع آبائهم وذرياتهم وإخوانهم المجتبون، واجتبيناهم إبراهيم ونوح موسى وعيسى والياس ونوس ولوطا ونوح وإسماعيل، كل المذكورون.
وآباؤهم وذرياتهم وإخوانهم، كل أولئك قال وجه الله، مع أنه قال أولئك الذين أتيناهم فيكفروا بهؤلاء، فقد قال ولو أشركوا أولئك الذين ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نخرج شوي عن القدوة، لأن الحقيقة القدوة أول ما يجب أن تراه في المقتدى الذي تريد أن تجعله قدوة لك وتقتدي به هو التعلق بالله، أن يكون هو صادقا، بمعنى أن يكون موحدا، أن يكون موحدا بمعنى مخلص في تعلقه بالله، في توكله، في اعتماده، في رضاه، في رضا بقضاء إلى آخره. ولهذا قال ذلك هدى الله، هؤلاء المهدوون ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا، حاشاهم أن يشركوا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مما يدل على عظم التوحيد وعلى دقة الشرك، نسأل الله السلامة. إذا كان الله عز شأنه وجل في علاه أتى بالشرك واحتماله في هؤلاء، وإن كان بعيدا لكن أبعد شيء، ولو أشركوا، هؤلاء أولو العزم، هؤلاء نوح وآدم أصول البشرية وإبراهيم وموسى وعيسى، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال أولئك الذين هدى الله، طبعا فأولئك يعني الله عز وجل أثبت لهم الهداية التامة، وأحيانا الإشارة البعيد أولئك أحيانا تعني التعظيم وتعني مزيدا من التشريف والتكريم. ثم قال فبهداه مقتده، فبهداه مقتده أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدي هؤلاء. عندنا عدة مقامات، أولا قال فبهداهم اقتده، ولم يقل فبهم اقتده، هداهم، بينما في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما قال في هدي رسول الله، فالاقتداء به كله عليه الصلاة والسلام، أقواله وأفعاله وأخلاقه كل صفاته، بل حتى إبراهيم عليه السلام حينما قال الله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا، فالأسوة في إبراهيم عليه السلام مع أنه أبو الأنبياء وهو صاحب الحنيفية، ومع هذا ما قال اقتدوا بإبراهيم كما قال اقتدوا بمحمد، إنما قال إذ قالوا، يعني لهم أسوة في لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا، فنحن نقتدي بالتوحيد، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون إلا خير، ولعله يأتي الكلام عليه بعد قليل. بينما قال محمد عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله، ولا شك أن هذا فرق كبير، يعني عظيم مقام نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لقد كان لكم في هدي محمد أسوة في كله عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة. فقوله عز شأنه فبهداهم اقتده، العلماء لهم كلام جميل عجيب في 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 تفسيري، أنا أسمعكم كلامهم يعني جميل جميل، يعني والله عز وجل لا شك أنه يفتح على علمائنا فتوحا عجيبا في 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 فهم كتاب الله
فقال أهل العلم فبهداهم يقتده. يقول اسمعوا الكلام العلم العجيب، يقول أهل العلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهداهم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهداهم إيش؟ يؤذن بأن الله زوى إليه كل فضيلة من فضائله. ما معنى هذا؟ حينما تأمر بالاقتداء لابد أن ترى شيء تقتدي به. حينما هداهم بمعنى أن النبي أن الله عز وجل دل نبيه على هداهم، وكيف يقتدي بشيء غير معلوم؟ لابد أن يقتدي بشيء معلوم. حينما اقتدي بهداهم يعني أنه بين له هداهم، ولهذا تعبير العلماء زوى إليه يعني أعطاه وبين له وكشف له، طبعا في 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 في, في قديم في لأن هؤلاء كلهم سابقون للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه زوى وقلب التاريخ وقلب أيام الماضية وكشف له هذا الهدى الذي عليه هؤلاء الأنبياء الكرام عليه السلام. فقال زوى إليه أو زوى له كل فضيلة من فضائلهم التي اختص كل واحد بها، سواء ما اتفق منه واتحد أو اختلف وافترق، فإنما يقتدي بما أطلعه الله عليه من فضائل الرسل وسيرهم. ثم قال هذا العالم، قال وهو الخلق الموصوف بالعظيم في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، بمعنى خلقه هو جمع هدي الأنبياء كلهم عليهم جميع الصلاة والسلام. وحينما قال فضائل التي اختص بها كل واحد، معلوم أن تقريبا لكل نبي يعني أبرز القرآن شيئا من خصائصه، مثلا في داود في قوته وفي حكما وعلما، ففهمنا سليمان حكما وعلما وعلمناه صنعة لبوس لكم في أشياء، وأيضا وهو ابن سليمان وصافنات الجياد إلى آخره، كل له خصائص. إبراهيم في حنيفيته، موسى في التوراة وفي قوته وفي مواقفه مع الخضر ومع غير الخضر ومع الرجل الصالح في القصص ومع أخي هارون ومع بني إسرائيل، كل له خصائص. فالله عز وجل أطلع نبيه على خصائص كل نبي وأخذها كلها، فهذا عجيب. بل هم وآباؤهم الصالحون، طبعا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم الصالحون، طبعا الذين بهم القدوة والأسوة، واجتبيناهم طبعا مصطفون، الأنبياء مصطفون. والعالم الآخر يقول فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدى بهدي الرسل قبله وجمع كل كمال فيهم، فاجتمعت فيه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين، فكان سيد العالمين وإمام المتقين صلوات الله عليه وعلى رسول الله أجمعين. إذن هذا 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 الفهم الدقيق لعلمائنا، لأن فعلا حينما يقول فبهداه مقتده لا بد أن يكون الله أطلعه على هذا الهدى حتى يتأسى به، لا يتأدى على شيء غامض أو يتأسى بشيء غير مجهول أو شيء معمم، لا يتأسى بشيء مفصل. فبهداه مقتدي. ثم في قول الله عز وجل، نحن نتكلم عن قدوة الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا هذا نبينا جمع خصائص الأنبياء
كلهم وجمع هديهم كله. ونحن نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم بمعنى نقتدي بمن جمع كل الهدى. وهذا ترتيب عجيب. كأن الله يقول هذا محمد قد أعطيناه وألهمناه ووفقناه لهدي الأنبياء كلهم وقد التزم به. أنتم هذا هو النموذج الأكبر وهذا هو القدوة العظمى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قلنا قبل قليل إن الله عز وجل أطلع نبيه على هدي الأنبياء كما قال إنه زوى له كل فضيلة من فضائلهم وكل خصائص من خصائصهم حتى يهتدي ويقتدي. أيضا نحن حينما أمرنا ربنا بأن نتأسى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حفظ لنا سيرته، فسيرته محفوظة حفظا عجيبا في القرآن وفي السنة. بل لا يوجد بشر في الدنيا من أولها إلى آخرها وإلى تقوم الساعة بشر محفوظة سيرته بتفاصيلها ودقائقها في منامه في يقظته في بيته في سوقه في مسجده في حضره في سفره مع الأجانب مع الأغراب مع الأعراب مع الصحابة مع الكفار مع المسلمين مع اليهود. ما يوجد حفظ سيرته إلا محمد صلى الله عليه وسلم بكل دقائقه وتفاصيله، مكتوبة ومحفوظة ومتواترة. لماذا حفظها الله؟ حينما أمرنا أن نتأسى به حفظها لنا، حتى لا نتأسى عمياني، نتأسى بشخص كأنه يمشي معنا، حتى طريقة أكله، حتى طريقة نومه، حتى مشيه كيف يمشي. وإن كان هل محل أسهل، هذا محل كلام عند الأصوليين في كلام طويل الجبلي والجبلي، لكن مقصودي أن حتى طريقة مشي محفوظة، كيف يلبس العمامة وكيف يلبس الثوب وكيف يلبس الإزار والرداء وكيف أحرم كيف أكل كيف شرب، بل حتى كيف عجز كيف تغوط. محفوظ، ما في بشر حفظ مثل كيف يستأك كيف يصلي كيف يجلس كيف يركع كيف يأكل كيف يغزو، شيء محفوظ. والقرآن أيضا محفوظ، حتى أحيانا خرجات النفس من الكورة وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله قد تخشى، بالقرآن محفوظ صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى جاء العمى، تبتغي مرات أزواجك. لو كان القرآن عند محمد كان مسح هذا كله، كل شيء محفوظ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لنا ونحن بشر لسه ملائكة، وهو تصرفاته يتسبيها لأنها للبشر. ولو جعلناه ملكا لأنه رجلا، الكفار يقولون نريد ملائكة، ما يتأسى بالملائكة لأن طبيعة البشرية غير طبيعة الملائكية، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. فإذن هو لا شك أنه طبعا هو أفضل الخلائق على الإطلاق، أفضل من الملائكة وأفضل من جبريل وأفضل من الأنبياء كلهم عليه الصلاة والسلام، لكنه يبقى بشر. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بل كل الأنبياء بشر، نوح بشر وموسى بشر، وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، ما هذا بشر، إن هذا بشر في نوح أيضا في سورة المؤمنون قال بشر أو رجل منكم تؤمن برجل مثلكم، فهم رجال وهم بشر وهم يعني لماذا؟ لأنه يقتدى بهم، فلا يأتون بمعجزات لا نستطيعها أو لا نطيقها، فنحن لا نكلف إلا ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن حينما أمرنا الله بالاقتداء به بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حفظ لنا سيرته، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان
يرجو الله واليوم الآخر. هذه الآية في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب. وإن كانت عامة لكن يعني ورودها في سياق سورة الأحزاب في غزوة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم جنودا فأرسلنا ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون إذ جاءكم فوقكم إلى آخره. قصة الأحزاب عجيبة. أحزاب زلزلوا زلزالا شديدا وظنوا بالله الظنونا وزاغت الأبصار وبلغت الحناجر وقال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني كانت هزة كبيرة. في هذا الموقف العصيب غزوة الأحزاب، الخندق، هي غزوة الخندق، الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه اقترح أن يخندق المدينة، لأن المدينة محاطة محفوظة بالجبال محفوظة بالحرة، لكن في منطقة مفتوحة، المنطقة الشمالية تقريبا مفتوحة في الخندق. فاقترح سلمان رضي الله أن يحفر خندق. طبعا هذا من حضارة فارس وغيرها، العرب لا يعرفون الخنادق. فحفر خندق حتى لا يأتي الكفار ويقتحموا المدينة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما أشار به سلمان، وحفر الخندق ولهذا تسمى غزوة الخندق. وتجند الجنود، جنود القريش مع القبائل العرب، وحتى إذا خان المنافقون وخان بعض اليهود. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العصيب وهم يعني كما قال الله زلزلوا زلزالا شديدا وهم يحفروا الخندق، وقفت صخرة في الطريق في خندقهم فما قدروا عليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الفأس فضرب الصخرة. لكن عجيب، ضرب الصخرة وكسرها معنويا وحسيا. كيف؟ في أول ضربة قال الله أكبر، لقد وريت كسرى القصر المدائن، القصر الأبيض في المدائن. والضربة الثانية قضيت قيصر، والثالثة قضيت صنعاء، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. المسلمون ولا سيما المنافقون، حتى قال المنافقون نحن محاصرون ومحاطون، ومحمد يقول كان يتحدث عن كسرى وعن قيصر في هذه الوقت العصيب جدا، يريدون كأنهم يقولون بالسلامة نريد أن ينفقضون، فكيف تتحدث عن كسرى وعن فتحة؟ نحن يعني كأنه يقول الله أن يفكنا من الأحزاب المتحزبة. ويقول أبدا، بل ولا يأتي ولا يأتي إن الله مفاتيح الكعبة. في هذه الأزمات العجيبة والدقيقة المؤمنون قالوا صدق الله ورسوله حقيقة، والمنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في الأزمات تتبين الامتحانات. هنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بمعنى نموذج أسوة في لا شك أنه هو أسوتنا في كل شيء، لكن أتى بها في بهذه المناسبة العصيبة، العصب العصائب. ثم قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد قطع الخطاب لكم المؤمنون جميعا بأنواعهم وألوانهم، لكن قيد لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ليش؟
لأن فيه منافقون، يدخل لكم منافقون، لقد كان لكم أيها المسلمون عموما، لكن لا يحسن الاقتداء والتأسي، ولا يصدق ولا يحسن إلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني يرجو الله واليوم الآخر. لماذا خص يرجو الله واليوم الآخر؟ لأن هذا مقابل المنافقين. المنافقون أبدا، المنافقون إيمانهم يظهرون لكن في الواقع غير مؤمنين. بل قال وذكر الله كثيرا، لماذا؟ لأن المنافقين لا يذكر الله إلا قليلا. إذن إذا أردت أن تمتحن نفسك وتختبر نفسك في فعلا مدى يعني اقتدائك أو حسن اقتدائك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كما قلت قبل قليل، اختبر نفسك في التوحيد، اختبر نفسك في التعلق بالله، اختبر لمن كان يرجو الله. ترى رجاء الله من أعظم التوحيد لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا من أظهر مظاهر تحقيق التوحيد. وذكر الله كثيرا، لأن ذكر الله كثيرا دليل على التعلق بالله، ودليل على أن القلب حي، ودليل على أنك فعلا يعني تعيش مع ربك سبحانه وتعالى، وهو الذي يحيطك ويحفظك ويطلع عليك، هو الذي يدير أيامه وأقداره سبحانه وتعالى. فأنت تعيش يعني حقيقة التوحيد. فإذا تحقق ذلك تحققت فيك الأسوة الحسنة. في قصة إبراهيم قال أيضا، حتى تعرفون القضية، أهم شيء في القدوة التوحيد، سورة الممتحنة، ممتحنة الممتحنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، إذ أسوة في هذا، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه. هذا ليس فيه قدوة، ليس فيه أسوة، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. قال ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نفس القيود هي جاءت هنا كما في آية الأحزاب في آية الممتحنة. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وما يتولى فإن الله غني حميد. إذن هذه إن صح التعبير مواطن اختبار نفسك في مدى تحقيق الأسوة. أولا تحقيق التوحيد والتعلق بإنا براء منكم ومما تعبدون من الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قال ربنا عليك توكلنا وإليك أمنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. هذه كل القضايا الإيمانية وكل استحضارها أثناء التأسي بالأنبياء ولا سيما بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتحقق لك الأسوة، وحين يعني يتجرد قلبك وإيمانك وإخلاصك لتعلق بالله عز وجل ثم التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم. عندي كلام طويل في القلود والأسوة، لكن لعلي أذكر يعني بعض يعني أولا الأسوة القدوة يعني حقيقة يعني من حيث القدوة عادة لمشايخ، أولا يجب أن تعرفوا أن
القدوة، أو ترى القدوة هي بمعنى القدوة، بمعنى الأسوة، بمعنى التشبه، يعني أن تتشبه، بمعنى الإعجاب، أحيانا يصل من الإعجاب، التقليد، المحاكاة، التمثل، كل هذه يعني أنواع أسماء لتؤدي معنى القدوة. القدوة لماذا قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ لأن الفطرة البشرية، الحقيقة يا مشايخ، الفطرة البشرية تميل إلى القدوة، تميل إلى التقليد والإعجاب، لأن الشخصية اللي تعجب بها أنت تكون أكثر تأثرا وأسرع من الكلام الواعظ والناصح والخطيب، جيد لا شك مفيد، لكن الأسوة القدوة أشد. عندنا مثل عامي ولعله فصيح يقول الطبع سراق، الطبع سراق، بمعنى الطبع الذي على الإنسان سراق، بمعنى الناس تتأثر. ولهذا طبعا وكل مراحل العمر لها نوع إعجاب، الأطفال يعجبون بمراحل، بأمهاتهم، بآبائهم، بنظرائهم، وأحيانا مع أسف الأفلام الكرتون إلى آخره. الشباب يعجبون بأنواع معينة من أصحاب البطولات ولا أصحاب الشخصيات، سواء بحركاته، بلبسه، يعني طريقة الجاذبية تختلف، بمعنى أن طبيعة الإنسان يحب التقليد ويحب المحاكاة، ومن هنا جاءت خطورة القدوة. خطورة القدوة جاءت بالفعل أن الإنسان بطبعه يميل للقدوة، والخطورة أشد هو أن التأثير غير المباشر هو المشكلة، بل هو الخطير. التأثير غير المباشر هو الخطير. لماذا؟ ما معنى التأثير غير المباشر؟ التأثير غير المباشر أنت حينما ترى، مع الأسف حينما ترى ممثلين، ممثل ولا رياضي ولا حتى مغني على الأسف، أو حتى ترى شيخ ولا أستاذ ولا ترى أي شخصية أو حتى مسؤول، لابد فعلا تشوف في أشياء، إما أشياء أحيانا غير مباشرة. كيف غير مباشرة؟ أحيانا تعجب بلباسه، تعجب بحركاته، تعجب بسمته، تعجب بأحيانا إذا كنت يعني رجل جاد تعجب بطريقة إلقائه، تعجب بتخصصه وكيف أنه بارع في فنه، تعجب بأدبه، تعجب بتواضعه، تعجب بانضباطه، بالتزامه، بجديته، أشياء غير مباشرة. هو ما قال لك أني يعني ما قال، قد سمعت أستاذ يتكلم عن الجدية ويتكلم عن القدوة وعن الأخلاق وعن، لكن لا، أحيانا لا، لما ترى نموذج يمشي أستاذ في الجامعة ولا في المدرسة فعلا ملتزم منضبط، يأتي أول الوقت ولا يخرج إلى آخر الوقت، ومؤدب مع الطلاب، ويعني تشوف أنه يعني فعلا ما يضيع وقت، محترم، ما يؤذي، لطيف، أشياء كثيرة جدا. هو قد يكون قصدها وقد يكون لا، الله أعطاه الخلق الحسن، وكان ينبغي حقيقة أن نوصي أن المعلم يكون قدوة في التزامه، في أدبه، في نظره، حتى رائحته يا أخي، حتى في فمه يكون حسن، نظيف الأسنان، نظيف الملبس، نظيف، مطلوب هذا. الرسول كان من أنظف الرجال أبدا، ليس ويحب الطيب ويحب العسل ويحب الرائحة الطيبة ويكره الكريه. حتى قال لي أصحابي حين لما جاءوا، كان المسجد ضيق كما تعلمون وضاق، وصار فيه رائحة،
لما يجون يصلون سواء الفروض أو الجمعة، قال لو أن أحدكم كذا وكذا طيبة من أهلي وكذا، فلا شك نحن نوصي بأن يكون على شيء حسن، لكن أحيانا لا يكون غير مقصود. إذن هنا كما قلنا طبيعة النفس تميل للتقليد، ولهذا التأثير غير المباشر هو الخطير، التأثير غير المباشر في القدوة هو الخطير. ولهذا أول وصية توجه لمن؟ للآباء والأمهات. يجب ثم يجب أن تتفقد نفسك أن تكون قدوة حسنة لأولادك. أنا لا أقول نحن كاملون، ولا أقول نحن يعني ما نغلط، نغلط بشر، لكن مهما كان اجتهد أن تكون نموذج. والله ما في أجمل أنك إذا غلطت على والدك تقول والله يا ولدي ترى أنا غلطت، ترى الكلمة هذه لا ترى غلط، تكون حسن، تكون وقور حتى عند أولادك. لا طب تمزح معهم، لكن يبقى في 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 تعلمهم الأدب، تعلمهم الاحترام، الانضباط. يعني عندنا يا نحن المسلمين عموما وحسب منطقتنا أكثر، عندنا إهمال شديد، سواء في أوقاتنا، في حفظ طريقة أعمالنا، مذاكراتنا، في أولادنا، في بناتنا، في لباسنا، عندنا تقصير. لكن حينما يكون الأب نموذج والأم نموذج، ما يحتاج تعطي نصائح، بل الأشد أنك تعطي نصائح وأن تخالفه، هذا الموت، أن تقول لأولادك كذا 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 وهم يعرفونك أنك يعني ما تخالفها، هذا صعب. ولهذا أنا أقول لكم شلون، أنتم مع أولادكم حينما يكون الابن من منذ يبلغ الخامسة وكذا كالبنت، يبدأ الأب يحبه ويأخذه معه ويكون مطوع، طبيعة في الخامسة تقريبا إلى الحادي عشر مطوع، يذهب معك للصلاة إن كنت تعرف الصلاة، يذهب معك كذا وكذا وكذا. لا تظن أنك ناجح في التربية، طبيعة السن في هذا السن يحب يشاهد قدوة كبيرة، لسه صغير، لا تظن أنك ناجح بتقول ولدي صالح، ولذلك بعد 11-12 يبدأ يتغير، تتغير طبيعته، يذهب إلى أصحابه، يبدأ نوع كما يقال استقلال، نوع كذا وكذا. إذا كنت حينما كان صغيرا كنت أنت نموذج وفعلا حسن التربية، حسن القدوة، حسن المصداقية، حسن المثالية، لن تدرك فرقا كبيرا حينما كبر. وإن كان الهداية بيد الله، لا أقول طبعا أنك ستكون ناجح في 100%، لا، الله قال لنوح إنه لاسم من أهلك، ونوح ما أنا لا أقول طبعا أنك إذا اجتهدت لا بد أن تكون تجي صح، لا، النتيجة بيد الله عز وجل، لكن المهم أن تكون تعمل صح، مسؤوليتك أن يكون عملك صحيحا، أما النتائج بيد الله لن تمسؤول عنه. الأنبياء كلهم أعمالهم صحيحة، وكلهم معهم براهين وحجج ومعصوم، ومع هذا قال يقول الله لهم ليس عليك هداهم. أنا لا أتكلم عن النتائج، أتكلم عنك أن تكون نموذج. ففي الغالب أنه، ولهذا أسمعكم في قول عز وجل حينما قالوا في مريم عليه السلام، طبعا جاءت حامل ويعرفونها، ماذا قالوا لها؟ قالوا ما وما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يعني أبوك قدوة وأسوة وأمك معروفة، كلكم نزيهين وكلكم عفيفين، كيف تطلع أنت وما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، كيف تقول؟ مما يدل على فعل لما يكون الأب قدوة، حتى الناس تعرف هذا ولد فلان وهذا بيت فلان وهذا معروفين. يعني قال شو أنا بعض المفسرين جميل، يعني قال على الكلمة هذه يعني لطيف جدا تفسيره، لا سمعكم إياه، وينو
الشيخ أظنه بن سعدي أظنه، قال كلام جميل على على, على إيه، يقول: وما كان أبوك امرأ سوء، وذلك أن الذرية غالبا بعضها من بعض في الصلاح وفي ضده. صحيح. فإذا يعني كونوا نماذج صالحة لأولادكم. أما الكلام طيب، لكن ما في أحسن من القدوة بالفعل بالأفعال. من كما قلت لكم، نحن نضيع كثيرا من أوقاتنا. لو أن الأب والأم انضبطوا كثيرا وحرصوا، يستيقظون مبكرين وينامون مبكرين، ويعني عليهم سيما الخير والصلاح، الذهاب المسجد الأبيض في المسجد الجماعة ويصلي، سواء ذهب يأخذ أولاده حتى وإن لم يأخذهم يعرفون أنه ملتزم. لأن غالبا أحيانا قد يكون الولد فترة المراهقة يكون عنده نوع من الشذوذ، لكن في إذا كبر يعرف أن أباه محافظ على المسجد، أبوه في الصف الأول منذ نشأ إلى أن مات، وأبوه يعرفه حافظ في المسجد ويصلي والقرآن معه، في بيته يصلي من الليل، يصلي من النهار، يصلي من الضحى، لسانه رطب من ذكر الله. هذه قدوة، يعني هذه قدوة غير مباشرة. هو يراك رجلا صالحا تمشي على الأرض. هذا التأسي. المقصود كما قلت أن طبيعة البشر يحبون أو ينجذبون إلى القدوات، وخاصة غير كما قلت غير مباشر، سواء كما قلت سواء السيئة أو حتى التدخين. أحيانا طريقة التدخين يقلد فيها الطفل ولا المراهق، ولا حتى طريقة التدخين، ولا حط رجع على رجل، ولا حط حتى الحركات يقلدونها طبيعتهم. فإذا الولي هذا القدوة السيئة وقدوة حسنة. فإذا إذا يعني لأهمية القدوة يجب أن تكون حساسين. ترى ابنك يراك وإلا وإن لم تتكلم. أن تتكلم وأنت كذاب يعرف أنك كذاب، ولا كذا وكذا وأنت تخلف المواعيد ما يصلح. أقول لكم قصة يعني هي لطيفة جدا من الأقارب عندي قديم. أنا كنت صغير، طبعا والدي الله يرحمه من العلماء الكبار، يعني كنت في سن 11، وكان معي في سني واحد من أقاربي، عمه كان أميا، والولد أيضا مشاغب شوي، في شغب وفي حركات، بمعنى ليس جادا في دراسته، ليس جادا. توفي رحمه الله، توفي وهو شاب، ليس جادا في دراسته. فعمه، طبعا عمه قبل أن يتقدم التعليم عندنا، كان التعليم عندنا محدود وما كان التعليم منتشر، وما كان في مدارس يعني تقريبا في هذا العمر، هذا في الخمسينات الهجرية يعني الثلاثينات الميلادية. هذا الأب طبعا، أنا لا، أنا كنت في الكلام أتكلم وأنا في السبعينات الهجرية تقريبا في أواخر الخمسينات الميلادية. فالعم يقول لي ابني أخي، وأنا حاضر طبعا كنت صغار، يعني كنا في جالسين في القهوة يسولف وكذا، والولد فعلا فيه يعني شغب وكذا ونوع إهمال في المدرسة، قال لي ورا ما تنتبه لدروسك وتنتبه للمدرسة وتنتبه وتحرص تكون جاد كذا. أنا لو نحن لو كنا مثلكم ولا كان درسنا، يقولنا ما أدرك المدارس، وصادق ما أدرك المدارس. لكن الولد كان ذكي، ماذا قال لعمه؟ أنا كنت لكم والدي كان عالم كبير من العلماء، والدي في سني في سن العم، وقال عمي، قال ليش ما صرت مثل ابن حميد؟ فما لا، أحيانا ولدك ما يقول لك، ما يرد عليك، لكن عارف أنك غلطان. فقالت كيف تتكلمي مع عندك مدرس وابن حميد ما عنده مدرس وما عنده، شو طلع ليش طلع هو عالم وأنت ما طلعت؟ فمقصودي إنه أحيانا ابنك ما يرد عليك، إما أنه لا يستحضر، أو أنه مطنش، أو أنه صغير ما يفهم، لكن إذا كبر يفهم. فلا ينبغي أن تتكلم عن مثاليات
ويقول أنا والله يوم أنا في سنك وأنا جاد وأحضر وأنت كذاب، وأنا في المدرسة جالس وأنا حاضر وأنا أحضر وأنا مؤدي مع الأستاذ وأسلم عليك الصباح وأقول وأنت كذاب، ما يصلح الكلام هذا. فينبغي أن تكون فعلا صادق مع أولادك، الأم والأب، نتكلم عن الأب والأم، فيكون نموذج. أنا لا أقول لك لا تخطئ، نحن لسنا معصومين، لكن اجتهد فعلا أن تكون نموذج صالح كما قلت في عباداتك، في ذكرك، في أدبك، في سمتك، في حتى في نظافتك، في لبسك، في تعاملك مع الجيران، تعاملك مع الأقارب، تعاملك مع أمك، مع عمتك، مع خالتك. يا أخواني التعامل مع الأرحام فعلا نغرس لأولادنا كيف نتعامل مع أقاربنا، ما نصل رحمنا، نتأدب مع الأم، نتأدب مع العمة، مع الخالة، ونقدم فعلا يعني قمة الأدب في التحيات وفي السلام وفي الزيارة المنتظمة أو الاستفسار عن الصحة أو تقديم أيضا بعض الهدايا على حسب الاستطاعة وعلى قدر ما فتح الله عز وجل. المقصود القدوة بالفعل، والقدوة أن الأبناء والآباء وغيرهم، الأبناء والبنات فعلا يرون آباءهم وأمهاتهم. فالمقصود أن طبيعة النفس البشرية تميل للاقتداء. كذلك أيضا طبيعة ليش؟ لأن يعني كما قلت لكم، لأنه تأثير غير مباشر. غالبا المقلد يتقمص شخصية المقلد، وأحيانا تجد يمشي مثل مشيته، يتحرك حركته، قد يضحك مثل ضحكه، أو حتى أحيانا يلبس مثل لباسه إذا عجبه، سواء في طريقة اللبس أو في الألوان اللي اختارها، لا تعرفون هذا، وهذا شيء معروف يعني. بل أحيانا يقلده أو كما يقولون يعني تتأثر به من غير اختيارك، يعني كما قلت الطبع سراق، يعني يدخل من غير اختيارك، مما يدل على خطورة القدوة، لأن طبيعة البشرية تنقاد لمن يعجب بهم. كما قلت أيضا، لما كان الله عز وجل وضع هذا الطبع البشري في الناس وهم الميول للقدوات، وضع نماذج، يعني المثل الطيبة أبدا لا يخلو أمة ولا عصر ولا مصر ولا بلد من نماذج طيب أبدا، إن كان في المسجد، إن كان في المدرسة، إن كان في السوق، إن كان في التجار، إن كان في المسؤولين، إن كان في الأقارب، إن كان في أبدا لا بد أن تجد نماذج طيبة، وهذا من لطف الله عز وجل. ولهذا يعني ينبغي أن نكون نحن إن شاء الله من هؤلاء الطيبين، وأيضا نتحرى الطيبين ونقتدي بهم، نتحرى الطيبين ونقتدي بهم. آتي إلى بعض الحقيقة نماذج من أسوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، منها أن أعرابي طيب، غالبا الأعراب خاصة إذا كان يعني جاي من بادية، وخاصة إذا كان على نوع من العقل والذكاء والفطرة، يكون أيضا مثل ما يقولون صافي، بمعنى عنده صفاء ويتكلم مباشر. هذا الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من أنت؟ قال محمد. يسأل الرسول كمان قال محمد، أنا محمد عبد الله. قال الأعرابي أنت الذي يقال عنك إنك كذاب، لأن يعني كل القريش وكل من جاء يصدوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ساحر كذاب فرق أهلنا فرق كذا، ويأتون بكل الصفات السيئة التي يريدون أن يلصقوها بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنا محمد عبد الله. قال أنت الذي يقال عنك أنك كذاب؟
فقال أنا الذي يزعموني كذلك، يعني أنا محمد. فقال الأعراب شوف شوف القدوة، قال ليس هذا الوجه وجه كذاب. فعلا شوف واضح السمت. حتى أنت حيا والله أحيانا القاضي لما يرى الخصمين وجه واحد منهم واضح عليه السماحة واضح عليه، والله أحيانا تذكر أن قصص في الخصوم حينما أحيانا يدعي الخصم والثاني فيتكلم المدعي كذا كذا ثم يقول للمدعي ايش تقول؟ والله ما انت شايف، واضح البراءة فيه، واضح انه يعني. فأحيانا فعلا وجه الإنسان بعقله بسمته بأدبه بنزاهته بنظافته باحترامه بخلقه بحيائه برفقه عدم عنفه، كل هذه تظهر بالناس. ومن هنا قلنا التأثير بالفعل والتأثير بالقدوة. ولهذا قال ماذا قال؟ ليس هذا الوجه وجه كذب، ما الذي تدعو إليه؟ عارف قال كل كلام هذا فاضي، كل كلام قريش هذا ما. فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدعو إليه، فقال آمنت بك أشهد أن لا إله إلا الله بالقدوة، أسلم بمجرد أن رأى وجه النبي الصبوح عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأعرابي استدل بسمت النبي صلى الله عليه وسلم وجهه المنير عليه الصلاة والسلام، ومما يكون عليه أهل الصدق والأخلاق الكريمة. قضية أخرى في قصة طبعا أبو سفيان لما ذهب إلى هرقل، طبعا عارف أن دعوة الرسول وصلت إلى هرقل، وطبعا وعرف أنه بدأ تأثيره، فقال هرقل انظروا لي من حولنا من رجال أهل مكة، أريد أن أسأله عن هذا الرجل. فكأبو سفيان لا شك من عقلاء قبل أن يسلم، طبعا عقلاء والكبار، فسأله، وهرقل أيضا عاقل، جعل رجل خلف أبي سفيان، قال شوفوا إذا كذبوا شيء بلغوني، ولا يريد أن يكذب أبو سفيان على وجه قوم، وجه قوم لا يمكن يكذبون، ولا يمكن أن بمعنى أن ينزل من شخصيته. فكان يسأله فمن هو فيه، قال هو من خيارنا من خيار القبائل من كذا كذا، هل كان كذا، إلى أن قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ شو السؤال الدقيق؟ أبو سفيان قال لا، قبل ما كان هم يقول كذاب يقول ساحر وكذا، لكن قبل أن يقول هذا كان هل تقال له؟ ماذا قال هرقل؟ قال أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، ما يمكن. شوف العقل، وشوف أيضا الشخصية التي اصطفاها الله عز وجل لتكون نبيا، لأنه كان في حياته كان الصدق والأمانة، فاصطفاه الله عز وجل. إذن قال هذا الرجل هرقل العاقل ما دام أنه لم يكن كذابا قبل أن يكون نبيا أو يدعي أو يقول إنه أو قبل أن يقول إنه نبي، قال أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله أبدا، ما يمكن، أعظم حجة. طبعا قال لا 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 أبو سفيان لقد أمر ابن أبي كبشة، بمعنى عرف أن أمر رسول مشى خلاص، يعني بمعنى ما دام العقلاء ومع أنهم أعجام ولهم ملكهم ولهم يعني ما في ذلك الوقت ما كانوا يخافون من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال أمره محدودا، لكن لما قال ما قال أبو سفيان بعقله أدرك، قال لقد أمر أمر النبي كبشة، بمعنى عظم النبي كبشة، طبعا ما يعني يريد أن يحقق إلى حد ما، طبعا كبشة اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم أبا كبشة، فبما أنه عظم أمره. في صلح الحديبية تعرفون قصة الحديبية، طبعا كان فيها طبعا سماها الله فتحا مبينا، مع أنها يعني فيها تنازلات كبيرة قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لقريش،
وحتى أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، لا أعرف إلا الرحمن الإمام، امسحها. وقال من محمد رسول الله، قال أعلم أنك رسول الله، لا، ومسحها. تنازلات. طبعا كان من المعاهدة أنهم العام القادم يأتون يعني بالعمرة، أما هذا العام لا تأتون، من باب يعني المصالحة. طبعا صاروا محصرين، فلا بد أن يحلقوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من قضية الصلح والكتاب المعاهدة بينه وبين قريش، قال الصحابة: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قوموا فانحروا ثم احلقوا. يقول الراوي: فوالله ما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما قام احد. طبعا هم لا يزالون يعني مقتربين، كيف ناتي وكيف يعني التنازلات؟ حتى جاء ابو حتى جاء عمر لابي بكر قال: كيف هذا؟ يعني كيف يعني نتنازل؟ ابو بكر رضي الله عنه كان عنده من الايمان العجيب. ماذا قال ابو بكر؟ ماذا قال؟ يا عمر انه رسول الله، خلاص رسول وادرى. لا وهذا يا اخواني قضية إيمانية عجيبة، لا بد أن نسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال: فإن لم يستجبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضوا ويسلموا تسليما. فأبو بكر عجيب، قال إنه رسول الله، ما زاد عليها. وعمر أدرك مباشرة. ليس هذا المقصود، المقصود الصحابة اقتربوا من الصلح هذا وحسوا أنه كأنهم رأوا أنهم يعني تنازلوا أكثر من اللازم. فلما قال انحروا واحلقوا ما استجابوا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم حزينا، فذكر لها ما لقي من الناس. كيف أنا أقول آمر ولا يستجيبون؟ ماذا قالت مسلمة؟ أيضا هي عاقلة حكيمة. ترى يا أخواني النساء لا تقول النساء يعني لا يستشارون حتى في القضاء الكبار. ماذا قالت مسلمة يا رسول الله؟ أتحب ذلك؟ يعني تحب أن يحلقون؟ طبعا قال لها، قالت: اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمه حتى تنحر انت بدنتك وتدعو حالقك فيحلق لك. بس انسوا يعني ابدا بس. فقام فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنته ودعا حالقه فعل. فلما راى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم حتى كاد بعضهم يقتل بعضا. استجاب على طول، بمعنى بالقدوه بالاسوه. يعني لا يلامون ان يكون عندهم، لكن لهم استرجعوا. يعني لا شك هم صحابه مختارون مصطفون رضوان الله عليهم. فلما الرسول باشر النحر وباشر الحلق مباشره استجابوا. قضية أخرى وهي مهمة جدا في القدوة، قضية صفية. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون كان معتكفا في رمضان في المسجد النبوي. فكان في أحيانا نساؤه يأتينا في المعتكف يتحدثنا معه، وأحيانا يمشطن شعره أيضا. قالوا لهم: هذا ما في شيء في الاعتكاف، ما يمنع الاعتكاف. فيأتون يتحدثون. ثم إحدى الليالي جاءت صفية زوجته بنت حيي فتحدثت معه. فلما كان الظلام طبعا، فذهبت إلى بيتها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يوصلها بيتها، خرج من المسجد يعني. فقام معك تقول الرواية، فقامت تنقلب يعني ترجع، انقلبوا يعني رجعوا. ف
فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها يعني يرجعها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلام شوي، والرسول معه امرأة ما يدري وش المرأة هذه. ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، لا يجي في بالكم شيء، ترى هذه صفية زوجتي. لا طبعا قال سبحان الله وكبر عليهما يعني لسه محسدهما. فقال إن الشيطان يبلغ من ابن آدم من بلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. ماذا يعني هذا؟ يعني يا إخواني أن الإنسان القدوة أي تصرف يصرب منه محل لا بد أن يفسر. أنت مع أولادك يصرب منك شيء أحيانا يشوفوك على يظنوا أنه تصرف غلط أو أنه على غير ما قلت أو على غير ما نصحتهم، وضح قل لا ترى كذا كذا حتى ما فعل لا يكون لأن تأثير النفس صعب، والجرح أو هز القدوة صعب. فعليك أن يعني تكون حساس إن كنت معلما، إن كنت مسؤولا مديرا رئيس شركة، أم كذلك إذا كانت يعني في بيتها ولا مع مسؤولة أو كذا إلى آخره. عليها نكمل الشارع بدل الأذان. بسم الله. بقي بعض النماذج لكن وردت أسئلة منكم، وحاول أختم حتى أترك وقتا للإجابة على أسئلتكم. فإذا في قضية صفية رضي الله عنها، قال العلماء وهذا القدوة يعني يقول ابن حجر رحمه الله، وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والمبادرة بالاعتذار، وهذا هو الذي ينبغي يعني. وترى يا إخواني الاعتذار شجاعة، الاعتذار شجاعة، لا تظن ضعف، شجاعة جدا وقوة وخلق ونبل أن تعتذر إذا أخطأت أو إذا صدر منك سلوك أحيانا قد يفسر على غير ما أردته. فهذا ترى من النبل ومن القوة ومن الخلق، وأيضا مصلحته لك، تبقى أنت مستريح، لأنك لو سكت أو ستبقى قلقا قد يكون طول الدهر، لكن إذا وضحت يعني أنت المستفيد الأول. وابن دقيق العيد يقول وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى بهم، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن إلى آخره. على كل حال عندي نماذج لكن لعلي أتركها وإن بقي وقت أتي إلى أسئلتكم. السائل الأول يقول أنا معتمر من الجزائر وأريد أن أعتمر على عن جدي رحمه الله، هل أستطيع إحرام مسجد عائشة؟ نعم يجوز إن شاء الله، تحرم من مسجد عائشة إن شاء الله وتقبل الله منا ومنك. الآخر يقول المعتمر مطالب بطواف الوداع. نعم إذا أراد يسافر إن شاء الله عند السفر يوادع، والعمرة من التنعيم لا إشكال فيها إن شاء الله، يحرم من التنعيم. 80% من أهل الأرض غير مسلمين، ما واجب المسلمين من علماء وطلبة علم وعوام تجاههم؟ طبعا واجب الدعوة، لكن الدعوة الاستجابة ليست إليهم. الله عز وجل في نوح وما أمن معه إلا قليل، وهو نبي، ندعو الله عز وجل، والله عز وجل وما أكثر الناس ولو حصل بمؤمنين، وإن تطع أكثر
من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وهذا مهم، سؤال جيد. بمعنى يا أخواني مسؤوليتنا العمل الصحيح، وأن نجتهد سواء في تربية أولادنا، في الدعوة الله عز وجل، في الأعمال نريد أن نجتهد وأن نكون على الصواب. أما النتائج فبيد الله. وأقول لكم شيء يتعلق بأمتنا والفتن الأخيرة يا أخواني، النصر والهزيمة ليس المعيار على الحق أبد. الله ينصر من يشاء، ويقول ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. المطلوب أن نكون الحق. ولهذا قال عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بعد هزيمة أحد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم إن كنتم مؤمنين. فالعلو الإيمان، قضية النصر والهزيمة لله، الله الله سبحانه وتعالى له الحكمة. إنما علينا أن نتفقد أنفسنا، أن لا نؤتى من أنفسنا. أما النتائج فلله حكمة في أن في أن في أن تؤدي أن تؤدي أعمالنا نتائجها، هذا إلى الله عز وجل. إنما مسؤوليتنا أن نجتهد في أن تكون أعمالنا صحيحة صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الطريق الصحيح. هل تجوز العمرة ثانية في نفس السفر؟ تجوز إن شاء الله. يقول هذا يسأل عن الدرس، وهذا أهم يعني الدرس المتعلق بالكلمة أحسن. في قضية أني حينما قلت أن الله ذكر صفات عبس وتولى وإلى آخره، أن قلت لو كان رسول الله مسح، لا مقصودي أنه من نهم عند الله، بمعنى أن هذا ليس من 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 تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الحق، وأنه ذكر كل ما يعني نزل عليه. ولو كان مؤلف بشري قصدي الإنسان ما يذكر أحيانا بأشياء تتعلق بشخصه، لكن لكنه يبلغ ما أنزل إليه: تبتغي مرضات أزواجك وإلى آخره. طبعا بل حتى يعني مما يعني كان محل يعني إعجاب وإن صح التعبير من غير المسلمين حينما يقول القرآن، يقول محمد ما ذكر اسمه إلا مرة مرتين، بينما ذكر الأنبياء جميعا، ذكر الأنبياء ذكر الأنبياء أكثر من ذكر، لو كان من عنده كان الواحد يذكر نفسه. هذا مقصودي. فإذا كنت فهمت غلط فأنا آسف إذا كانت عبارتي ما أدت المطلوب، فأعتذر إذا كانت العبارة فعلا أسيء فهمها. يسأل عن صحة شيخنا الشيخ الحين حفظه الله، إن شاء الله بصحة طيبة، وهو على كل حال يعني لا شك أنه يعني عنده بعض يعني انحراف شوي في الصحة، ولا شك أنه يحتاج دعاء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.